صباح الخير طاوي. يوستينا، تمشطوا شعرها، رششي فلوسيتشكو يوستا. يوستا رششي فلوسيتشكو، رششي. وي مولاتيس مولاتيس. أصدقائنا الأعزاء، كانت الليلة صعبة جدا علينا، كانت انفجارات كثيرة، والآن ليس عندنا كهرباء، ليس عندنا ماء، يعني شظايا من الطائرة المسيرة أصابت شقة بيتنا في الطابق الثالث، يعني شقة جارتنا، وكذلك شقة خالة أمي في كييف تضررت أيضا من الموجة، يعني فهمتم ذلك. وفي الصباح كان الانفجار يعني قويا للغاية، يوستينا خافت جدا ولم أستطع أن أهدئها، يعني الأطفال يعانون، كل الناس يعانون، يعني الحرب في أوكرانيا في كل مكان، ليس هنا أي مكان آمن، ونحن نتأثر كثيرا بهذا، نعاني كثيرا، هناك مشاكل، أشياء مكروهة لا أتحدث عنها كثيرا، لأنني أعرف أن الناس يشاهدون اليوتيوب للترفيه للاسترخاء، لكننا نحاول أن نعيش حياتنا رغم كل الظروف والصعوبات. ماما ما شاء الله عزيزتي. أمس زارنا أخي المتوسط ماكسيم وأحضر لنا أصدقائنا خجبوري بالجوبن. ما شاء الله خجبوري لذيذ جدا، قد أكلنا منه واستمتعنا كثيرا، يجب أن نسخنها على المقلاة لأن الميكروويف لا يعمل، عندنا لا توجد كهرباء، لا يوجد ماء بسبب الانفجارات، ربما أصابت الصواريخ منشآت كهربائية. أمي مرحبا مرحبا، كالعادة تطبخ أمي شوربة، أبي أحب هذه الشوربة وأمي تحضرها يوما ثانيا متتاليا. ستجهز مكرونة بالمعكرونة بالمعكرونة يعني ما زلنا نطبخ، ويجب أن نهرس البطاطس في الشوربة قليلا، هكذا ستكون الشوربة ألذ ألذ. الآن سأريكم أيضا شيئا من أخي، أحضر لنا كعكة، اشترى هذه الكعكة في المحل الكبير يسمى تشيز كيك نيويورك، وكانت مجمدة في الفريزر، واشترى طبعا الكعكة ليست عالية، ليست عالية يعني طولها قصير، لكنها لذيذة. أنا غلفته، أوه جميل لذيذة، كانت مجمدة وبعد ذلك يجب أن نترك الكعكة لمدة ساعة واحدة هكذا في المطبخ.
Доця. Лізіз. Тухибу Жустина, а Альгіна б Жустинка, де виноград? Ось виноград. Хагува Альгіна. Ара анна такс альям мушміс вальям гиндена. Хамса дараджат міавія фаука сифр. Умі думаші амур. Казаліка ахдара ахиляна газаль хубз більджубен. Вальбасаль альмаклій. كيف يسمى هذا الخبز؟ بودوفي بالجبن والبصل. واو، ها هي الشوربة جاهزة. شوربة من طفولتي. ضربنا في هذه السلة خضروات مختلفة. أمس يوستينا كانت تلعب بها وأنا سميت لها، ذكرت أسماء هذه الخضروات، قلت هذا بطاطس، جزر، بصل، كذلك كان شمندر، لكنني أريد أن أغسل الخضروات. أغسل الخضروات وألعب بها مع جوستينا وسأقطع وسنرى كيف هذه الخضروات تظهر من الداخل. بصراحة أفضل اللعبات للأطفال تحيط بنا، وهي ملعقة، طنجرة، غطاء، خضروات، أكياس، مناديل. كذلك أخي أهدر لنا هذه الحلويات حتى لا أعرف ماذا أمي ترجع ماذا هنا بالداخل، لكننا سنفتح وسنقطعها الآن. سنفتح هذه الحلويات. А ти ніж не взяла? Таке ніж, воно краще з сіньго, воно ножом. Ні, щоб розрізати. А, щоб розрізати його. О, вау! Дивіться, можна перелемо. Вау, фатира Джаміля мін Мілка. Умі. Ага. Вау! Оріхи якісь. Ні-ні, газа місль нутелла. Це як нутелла. Раіга, і тут ще. Але з горішками, нутелла з горішками. Ні, немає горішки. Ні-ні-ні. Лейсет гуна мука сарат. Хасанан. О, вау, бисквіт. А ну, мам, розрізай. Ого, це шоколадне. Це шоколадне якесь. Ні-ні, печиво. Машала гуна бисквіт в карамелла шоколада. Їж таке розчищає. І оце. Ооо. Джеміль, а ну давай-мо. О! Це тут і вафля, і шоколад. Вау! Машалла! Я в дулі, а на газіль халявія для зіза. Рінда маса наш рабушай, сана та завакуга. Шукран джазілен лякі умі. والآن سنستعد للخروج لنتجول خارج البيت في الشارع. أصدقائي الأعزاء، يوستينا أمس لعبت
لعبت مع أمي وبحركاتها أصلحت سين أمامية لأمي في الفم. كان هكذا ويستناها وفعلت هكذا مستقيما. جميل جوستينا، هل أنت طبيبة الأسنان؟ خرجنا من البيت أخيرا، خرجنا إلى مكتب البريد لكي نأخذ هناك طردا. الطقس مشمس لكنه ليس دافئا. يمكن أن نسمع أصوات مولدات الكهرباء. هناك مكتب البريد. أثناء خطورة صاروخية لا يعمل، لكنني طلبت الطرد إلى الصناديق ليس إلى المكتب. تك تك تك. الآن سأخذ الطرد من هنا. هكذا أخذ، ما شاء الله. من خلال بلوتوث. ها هو هذا الطرد الجميل. هذا سوق شعبية. لكنني لا أستطيع أن أصورهم عن كثب لأنهم خائفون من الكاميرا ولا يريدون التصوير. يعني هناك ناس يحبون التصوير ويسمحون به، وهناك من لا يريد ولا يحب. أصدقائنا الأعزاء، أريد أن أتحدث قليلا عن هذا الطرد الذي حصلت عليه في مكتب البريد نوفا بوشتا. يوجد برنامج أو حملة للاعتذار إذا أخطأ الموظفون أو أرسلوا الطرد إلى عنوان خاطئ، أو إذا سلموا الطرد إلى شخص آخر، أو إذا أتلفوا الطرد، أو حصل أي شيء بالطرد، فيرسلون إلى الشخص هدية، علبة مليئة بأشياء صغيرة من الشركة كهدايا كتعويض. بريد بريد. كتعويض. في المرة السابقة حصلت على طرد بالحليب، لكنني اكتشفت أن هناك كان ينقص عبوتين من الحليب، إنها في الطريق يعني أتلفتا وانسكب الحليب، ويعني الشيء غير جيد. أنا تواصلت مع خدمة العملاء وشرحت المشكلة. كذلك كانت العلبة
الكرتونة ممزقة وناقصت حبوبتان من الحليب، يعني فهمتم. وأنا شرحت المشكلة وهم اقترحوا علي تعويضا إما بشكل توصيل طرد واحد بالمجان من خلال البريد، أو هدية رمزية من الشركة. وأنا اخترت الطرد، طرد الاعتذار. أنا اخترت طرد الاعتذار من الشركة وحصلت عليها اليوم قبل قليل، وسأفتح هذا الطرد في البيت عندما سنتجول وسنرجع. ها هي قصة هذا الطرد. إن الطرد يسمى بطرد الاعتذار من مكتب البريد. هكذا سنرى ماذا هناك. نتجول في الحديقة ولا أحد ولا شخص. الطقس بارد، كذلك هو يوم العطلة، يوم الأحد يوم العطلة في أوكرانيا، والناس ينامون حتى الظهر أو يستريحون في البيت. عندما يكون الطقس مشمسا، لكنه بارد، فنقول إن الشمس مخادعة، يعني إنها تسطع لكنها لا تدفئ. استغرقت الخطورة الصاروخية في محافظتي حوالي 8 ساعات. أريد أن أشتري بعض الماء في المحل، لأن لا يوجد إمدادات الماء في البيت. اشتريت فقط هذا الماء لجوستينا ونرجع إلى البيت. سنخرج مرة أخرى إن شاء الله. سنفتح الطرد معا. هل أنتم مستعدون؟ لحظة. وسنفتح. ماذا هنا؟ يستينا، ماذا هنا؟ هنا حقيبة، حقيبة من القماش، ومكتوب هنا نحن بجانبك، يعني مكتب البريد بجانبنا. جميل، أليس كذلك؟ حسنا، ماذا أيضا يسينا؟ وهذا نضع تحت الكوب، هذا تحت الكوب، تعرفونه.
حمالة أو كيف نسمي. واو، ما هذا أصدقائي؟ هذه قهوة. قهوة هنا كم 250 غراما أعتقد. نعم 250 غراما. حسنا سأقرأ بعد ذلك. قهوة ناتورال نسمجنا ملنا أرابيكا، قهوة أرابيكا. وهنا معلومات مختلفة، وهنا خارطة ما شاء الله ورائحة جميلة. هنا توجد سكر ويمكن أن نشم رائحة. وهنا يوجد كوب أصدقائي. لحظة، واو شو ده؟ انظروا هذا كوب. الآن لا يجب أن أفعل هكذا. واو جميل جميل ما شاء الله. من السيليكون، يعجبني هذا الكوب. ومكتوب دستافكا انرجي شبزمينيو بتسويت، توصيل الطاقة لتغير العالم. ما شاء الله. يمكن أن أشرب أي شيء من هذا. يوستا يوستا. وهذا هنا أيضا شعار البريد، وهنا شعار البريد. هكذا نضعه. وشيء أخير يوستا. لا أصدقائي، عندما ترون فيديوهات أصورها فهذا مجهود كبير جدا، لأن يوستينا دائما تطلب انتباهي وعنايتي، ولكي أصغر شيئا أنا أحملها بيدي واحدة، أو يجب أن ألهيها بأي طريقة. وشيء أخير أصدقائي، هذه البطاقة. هذه البطاقة أصدقائي، هل تعرفون؟ هي ليست عادية. هنا مكتوب رغم أننا في المرة السابقة خذلناك، نريد أن نصبح أفضل بفضلكم، ونريد أن نرفع معنوياتكم ونحسن مزاجكم بهدية صغيرة. مع الحب والاحترام، مكتب البريد نوفا بوشتا. نترقى معكم كما تترقى البذور في هذه البطاقة. أصدقائي، في هذه البطاقة توجد بذور مختلفة، بذور الزهور. مكتوب مزقوا هذه الورقة، وازرعوها في التربة، وقم بتسقيتها، وانتظر الزهور. هذا ممتع جدا. سأمزق، سأزرع في التربة، سأسقي، وسأنتظر الزهور من هذه البطاقة. شكرا جزيلا لمكتب البريد على طرد الاعتذار. أنا راضية جدا. كوب قهوة، هذا حامل الكوب أو كيف نسمي، وكذلك حقيبة. الآن سأريكم كل هذه الأشياء عن كسب. هذه الحقيبة من القماش، هنا شعار مكتب البريد، نحن بجانبك. مي بوروتش،
هنا كوب من سيليكون، سيليكون بجودة عالية، 350 ميلي لتر. جميل. هنا حامل الكوب بشكل البليت. هنا قهوة أوكرانية. ومكتوب هنا разделены кордонами объединены новой почтой يعني مفروقون بالحدود موحدون بالبريد نوا بوشتا. وهذه البطاقة مع البذور بداخلها نمزق نزرع نسقي وننتظر الزهور. شكرا جزيلا للبريد على هذه الهدية. نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى اللقاء.